في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين ومن خلال مبادرة كلنا واحد، نظمت وزارة الداخلية قافلة لقرية طاروت ضمن القرى الأكثر احتياجاً بشرقية. القافلة اصطحبت سيارات من منظومة أمان لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل مواطني القرية. أنا عن نفسي والله اشتريت 4 كيلو لحم سعر 85 جنيه، كيلو السكر ب7 جنيه والرز ب7 جنيه. وما نحرمش منك يا رب يا سيادة الرئيس وتقف جنبنا كمان وكمان. القافلة حرصت أيضاً على توفير بعض الخدمات الأمنية الجماهيرية مثل استصدار بطاقات الرقم القومي ورخص التسيير والقيادة، وذلك للتيسير على مواطني قرية طاروت. فحصت العربية والفحص ما فيش بعد كده، سهل وتسهيلات 10 على 10. بعد ما نروح الزقازيق ومواصلات وبنضيع يوم واثنين، هنا جينا عملنا البطاقة في نص ساعة. كل من هو موجود كبير أو صغير جاء عمل بطاقته بدون أي غرامات وبدون أي مشاكل، وخلصت في منتهى السهولة ومنتهى السرعة. احنا حاجات رخيصة ويعني جابنا البطايق عملناها، ما دفعناش فلوس ولا عملنا حاجة. القافلة لاقت إذن ترحيب وسعادة من أهالي قرية طاروت بالشرقية نظرا لما قدمته لهم من خدمات أمنية مختلفة. وتواصل وزارة الداخلية مع السلاسل التجارية متابعة انتشار المبادرة في محافظات مصر، وذلك لتخفيف العبء عن المواطن، بالإضافة للرقابة المستمرة من وزارة الداخلية على الأسواق لضبط قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط 2، أحدهما مدير مسؤول لمصنع أغذية في المنوفية وآخر يملك شادر غير مرخص في كفر الشيخ، وذلك لحيازتهما نحو 3 أطنان من اللحوم المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي تمهيداً للبيع والتداول في الأسواق. وفي الإسكندرية ضبط مالك لثلاجة غير مرخصة لتجارة وحفظ السلع الغذائية لحيازته نحو 3 أطنان من الجبن المتنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي تمهيداً لبيعها في الأسواق. وإلى أموال دعم منظومة الخبز ضبط 2 من مسؤول المخابز البلدية في القاهرة لاستيلائهم على مبلغ يزيد عن 500,000 جنيه عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والإيهام بإنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً. وفي عدد من محافظات الجمهورية ضبط 63 قضية تلاعب باسطوانات البوتاجاز بعدد يزيد عن 1300 اسطوانة بوتاجاز بهدف تجميعها ثم الاحتكار ومن ثم البيع في الأسواق بأسعار تزيد عن السعر المقرر. وفي قضايا المواد البترولية ضبط في عدد من المحافظات 25 قضية مواد بترولية بكميات زادت عن 43,000 لتر سولار وبنزين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق البيع بأسعار تزيد عن السعر المقرر.